ورجعنا أعزائي المشاهدين على طول نروح على مطعم البركة في محافظة الدقهلية مدينة شهر. بصوا بقى، مطعم البركة ده حكايته حكاية. مطعم البركة هو مطعم شعبي، شعبيته كبيرة قوي. مطعم البركة للناس الأكيلة، أيوة الناس الأكيلة اللي عايزة ترضي معدتها وتدلع حاسة التذوق عندها، وفي نفس الوقت ما تعورش جيبها. رحنا مطعم البركة وقابلنا صاحب المكان، راجل بسيط وعنده طموح، عنده طموح حلو قوي، وحكالنا عن ان هو هيفتح فرع جديد وهيقدم فيه مأكولات تانية كمان غير اللي هو بيقدمها. هتيجوا معانا وهنشوف كل الكلام ده، هنشوف اللقاء مع صاحب المكان، هنشوف المكان ده ليه شعبيته كبيرة كده، وهنشوف كل حاجة معانا في التقرير الجاي. تعالوا معانا. محمد السرعة، محمد السرعة، البركة، بقالي حوالي 16 سنة، قعدت شغال حوالي 12 سنة في المنصورة في مطعم، وجيت فتحت هنا مطعم صغير، وبعد كده فتحت يعني ايه مطعم كبير يعني بنبذل جهد اللي احنا نطلع الحاجة حلوة للناس، نطلع حاجة حلوة للناس كده يعني، وأسعار برضو على قد الإيد يعني، مش أسعار يعني ايه مناسبة للناس كلها، لجميع الأطياف. بنعمل شاورما فراخ، شاورما لحمة، بيتزات بجميع أنواعها، فراخ مشوي، كفتة، جميع الأصناف، فشة وطحال، جميع الأصناف، حواوشي، المشوي، جميع كل حاجة شغالة معايا الحمد لله يعني. الحمد لله. التباعد طبعا، والكمامات، المطهر على طول موجود.